أهلا بكم. أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية هيبة الحلبوسي أن العراق سيفقد نصف طاقته الكهربائية خلال فصل الصيف المقبل. وقال الحلبوسي إن العراق يعتمد على الغاز المستورد من إيران في توليد نحو 7000 ميجاوات من الكهرباء، أي أن نصف الطاقة الإجمالية المقدرة بنحو 15000 ميجاوات، مشيرا إلى أن استمرار تلك الأزمة خلال الصيف المقبل سيكون له تداعيات سياسية وشعبية كبيرة وستؤدي إلى مظاهرات شعبية عارمة. دعت لجنة تقييم البرنامج الحكومي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى إنشاء صندوق سيادي مستقل لتسديد ديون العراق الخارجية. وقال عضو اللجنة قالت إن عام الخزاعي إن العراق يعول كثيرا على تعافي أسعار النفط في تمويل الموازنة العامة واستخدام الفائض في تسديد الديون السيادية بعد أن قفزت الأسعار عقب تجديد العقوبة الأمريكية على إيران لتتجاوز حاجز 75 دولارا للبرميل، مطالبة عبد المهدي باستثمار ذلك لسداد ديون العراق. دعت الشركة العامة لتجارة السيارات والمعدات التابعة لوزارة التجارة حكومة عبد المهدي إلى حصر استيراد المركبات بها. وقال مدير عام الشركة أحمد ياسين إن حصر استيراد السيارات بالشركة العامة سيسهم في استيراد مركبات ذات نوعية جيدة وبمواصفات ملائمة لأجواء العراق، مؤكدا أن تعدد الجهات المستوردة للسيارات أسهم بزيادة أعداد الداخل منها للبلاد بشكل كبير، إضافة إلى دخول مركبات ذات نوعية رديئة أو غير مطابقة للمواصفات والضوابط التي حددها جهاز التقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط. أعلن مجلس محافظة الأنبار أن الموسم الزراعي الحالي سجل أعلى نسبة من محصولي الحنطة والشعير منذ انتهاء العمليات العسكرية في المحافظة. وقال عضو المجلس فهد الراشد إن الواقعة الزراعية في الأنبار سجلت تصاعدا كبيرا للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات بالرغم من تعرض المناطق الزراعية إلى دمار كبير نتيجة العمليات العسكرية، مؤكدا أن المحافظة ستشهد خلال هذا الموسم اكتفاء ذاتيا من محصولي الحنطة والشعير وستصدر الفائض منها إلى بقية المحافظات. أعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري موافقة وزير التخطيط نوري صباح الدليمي على صرف 30% من مستحقات المقاولين للعام 2019. وقال البيان للمحافظ إن المبالغ التي أطلقتها وزارة التخطيط تصل إلى نحو 51 مليار دينار وبنسبة 30%، مشيرا إلى مفاتحة وزارة المالية بضرورة الإسراع بإطلاق وصرف المبالغ. وكشفت محافظة بغداد أن وزارة التخطيط خولت محافظة بغداد صلاحيات الصرف والتنفيذ وفقا لتعليمات الوزارة الاستثمارية لعام 2019. مشاهدينا الكرام، نتابع الآن أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.